عمي وين عمي؟ أبوك مسافر مسافر ناقصني نعمان تاني أنا لك أمي شو جايبك ما صار لك كم يوم كنت عنا لك ابني خايفة أبوك يتأخر جاي قضي الشتوية عندك بين ما يرجع شتوية؟ عندي؟ من نبتي جبلك أكل من نبتي جبلك أكل يا عيب الشوم عليك يا نعمان موقف مرت عمي على الباب بدل ما تفرد جيبتك وتروح تجيب لحمة لنطبخ لها على الغداء انت خلاصي ولا خلاصي ولا تتدخلي يا طعمك بهالموديل روح روح بدك تخليني واقفة على الباب رجع هيك اهلين اهلين بام نعمان تفضلي تقبريني تفضلي بقي اهلين وسهلين بسموحتي وحبيبة قلبي بس كيف انت تسجعتي وتركتي حواتك لحالها وجيتي تعملي صبحية؟ لك شو بدي احكي لك يا اختي انا مو بس جاي اعمل صبحية واشرب قهوة انا جاي افطر واتحلش انه نعمان الله ليوجه له الخير اكل لي كل الزيتونات خورة من الجوع ولي على قامتي عليكي يا بنتي هاي بيت الموني مليان ومنتلي فوتي كلي اللي بدك يا لا يا مو بدي اشرب فنجان قهوة بالأول مشان صحصح من هالكابوس اللي أنا فيه من نعمان لا لا يا أختي والله ما إلك حق تحكي هيك عن أم نعمان إيه والله ما في منا لا هي ولا أبنا بالأنشطة خلصنا سكتت هو ما بيعرف الواحد يضحك ولا يبكي على حالتك وقال شو جاية تشتي عندي يا مو الله يعينك ويصبرك يا مو يا مو أنا عم فكر اترك الجمل بما حمال وإجي عيش عندك أوعك ها لازم تاخدي إذن جوزك بالأول لا تخافي يا مو لا تخافي على إذنه هو أصلاً بده إياه من الله بيرتاح من لقمته ولا خلصنا بقى الله يرضى عليكي خلصنا بقى يا مو تركي يا تحكي أساساً هي صارت تعرف نعمان أكثر مني إيه بعرفه بعرفه قديش مأنشح وبخيل يخرب بيته ومالتين طيب طيب الله يرضى عليكي روحي عملي لنا قهوة وجهزي الفطور مشان تاكل اختك من عيوني التلتين يا سموحتي شو رح احط لك فطور رح كتر لك المعقول ورح احط لك كمان مكدوسة بتعرفي اي شنو كثير جوعانة اي من عيوني التلتين بدنا نحكي لك ان شاء الله يا مو تعالي تعالي خلينا نحكي شوي قبل الفطور وليه وين رحت تاكتيني لحالي بكي عيب السوم عليكي ترك امي تضيفي عنا هون لحالها ورايحه يا عيب السوم ايه والله يا عيب السوم لازم ضلني هون خدم على حماتي اعمل لها فطور وغدا وعشا وشرب قهوه وشاي خيرك سابق بتعرف نعمه اطمن يا حبيبتي انا ماني جاي اكل واشرب عندك انا جاي اشوف ابني وقبرني اشتقت له شبعانه امي ببيتها شبعانه فكرتيها جوعانه لانه صحه ابنك صحه شوفي لا تشبعي اما انا كل يوم بدي اروح لعند اهلي اشرب قهوتي وافطر من بيت المونة اللي عندهم ولي ولي عندهم بيت مونة يخرب بيت امي حايا لك وبيفطروا وبيشربوا قهوه الله لا يوفى امك ما بتخاف الله ما بتخاف يا مو ما بتخاف الله بنوم بس لانها كانت تفرض البعزر علينا ما خليتها وعصت بوجهها تلمع ما واك ولا حرف تقبرني حالك تقبرني شنو ما بتجيب على البيت غير خبز وحشيش حشيش ايها مو حشيش خبازه وبقله وكزبره وسلق هيك العمى طلع مين في ابخل من جوزي بدك ابني كل هالمصاري انت عم تصرفن عليها الله لا يوفقها رح تفلسك شفتي امي قال رضينا بالبين والبين ما رضي فينا بس يا مو معلش يعني مو لازم الواحد دائما ياكل خبز يابس وبيبل ريقه بشويه حشيشات يعني لا مو هيك ولا سموحه ولا هيك ولا لا هيك ونص والله يا محلاك يا نعمان طلعت نعمان الطائي جنب امك وجعي فش فوتي لجوا ولا فوتي لجوا فوتي خلص بقى ما بدي قوم ربي يعني لك اقعد شفتك فوق وشفتك تحت من شانك هالمرة بدي ربي من شانك بس نعمة شو هالحكي هاد هلا امو لنعمان عايشة ايه والله صار انا ميتة هي ميتة تقبرني بس بالحياة من كتر البخلة وأنشحتها أي وابنة لو خلصنا بقى خلصنا ما بيصير تحكي هيك على المخلوقة بيكفي إنه هي أمه لصهرة ايه امك عم تحكي درر ما بيصير نحكي عليها لا تنسي إنه هي أمه لصهرك هاي أهم شغلة ايه ما لي نسياني وما رح أنسى آخ آخ هلا بتروحي أنت وأمك وبتعزميها والعزيمة على حسابي كبير
كبير يا صهري وقلبك ذهب. ولو لك يا مرت عمي ولو شو هالحكي هاد، يعني بالأخير نعمان عديلي يعني شو بدي قلكم، هو الزلمة يعني صحيح إيده ماسكة شوي، إيده ماسكة كتير بس طيب رجال وقدع. طيب ايه والله انت الطيب، ايه ما في ألأم ولا أبخل منه. قال طيب، قال الرجال الطيب بيكون منيح مع مرته وكارمة وعززة مو حارمة الدنيا. ايه خلصنا دلولة، خلصنا. هلا بتحملي حالك انت وامك وبتروحي لعن صهرك بتعزميهم وبتعزمي امه معه. امي بدي احكي كلمتين ولا تقاطعيني؟ لك ريتك تقبر قلبي وتشكل قاسي شو بحبك. يا الله خلصنا بقى، نحن هنا. خلصت ام امرك مرت عمي. لك اهلا وسهلا امي واختي، تفضلوا تفضلوا بالمحل. تقبريني بالمحل. شو جايبكم لعنا هلا؟ يعني بشو منكم ها؟ ما في شي نضيفكم؟ يعني ما في اسئله، اذا حبيتوا تروحوا الله معكم. نحن جايين نشوفك ونقوم بالواجب. صهري جوز دلال اصر انه بكره تجي لعنا على الغدا. يامو ما بتعرف شو يعني غدا، شرحيلة شرحيلة. قولي على عيونك شو لسانك طولان، أنا ما بعرف شو يعني غدا. والله أنت وابنك أسياد الكرم ونحن مصرين تجي لعنا بكرة على الغدا. قولي هاي الغدا ما بتعرفوا شلون، بدي إلا على القهوة. هاي قهوة بنت بنحط بالدولة بنشرب واحد بصحصح بنت قهوة. هاتي أختي جايبين ضيافتنا معنا أصلا. رايحة أعمل ثلاث فنجين وبس. ايه اختي فوتي امي فوتي، ثلاث فناجين وبس. ما بتشبهوا لنعمان مو هيك؟ عم تسطو عطس. تعي تعي ساعديني بالاول. وانا كمان يا روح. ولي على عيونكم واقواكم، والله غير جبلك ضره وطق قلبك. يا مو يا مو يا يا مو يا مو يا مو يا يا مو، وبكره الغداء على حساب برهانه. شلونك في يمي على حساب برهان؟ عديني بكره الغداء. انبسط روحي، انبسط انبسط تقبرني. مشان تعرفوا مين هي عائلتي، عائلتي ناس اكابر وشبعانين. شو قصدك ولي؟ لك ابني الشبعك مبين قصده، قصده تقول انه احنا جماعه بخلا. بخلا ومكثرين كثير. لك مرت عمي، لك مرت عمي شو فيها هالدنيا، لك عيشوا وتنعموا. ونعامل لتلفتك وليه؟ طول بالك وين رايح؟ استنى، شايف لي هاي مرتك؟ قال خانو بدها تعلمنا كيف نعيش. وليه؟ تعرفي لو ما ضبيت أنا مصريات ابني ما كان صار عندك هالبيت سياح النياح. هلا هي بدها تعلمنا أمي؟ لك هاي ما بتفهم شيء، ما بتفهم غير تشليح لي مصاري. ولك أنا بشلحك مصاريك، ولك أنا مرتك يا بني آدم، مرتك مالي قطاع الطرق، مفروض تصرف علي لك طعمين اللقمة على القليلة. رد عليها، لك رد عليها، لا على عيونها. لا هرد أمي وبدي أقلع على عيونها. يلا. ما هرد ولا بحرف. وينك ولي؟ بدي أتعشى أنا زيتون وخبز يابس هلا مبلول بالمي. ولك ليش بتاكل؟ مو عندنا غدا بكرة، تروح قابليتك من هلا. لك صرفتي، هي اللي بتعرف تدبر الأمور، هي هي. هي هي بتعرف تدبر. تقبرني. ايه روحي درب السد ما يرد. عود امي عود، عود ولي على عيونها ان شاء الله. هيك يا عمي حياتي، هزبدن بهزبدن هزبدن على دفع مصاري دفع مصاري. بعرف ما بدها تخلي معك ولا قرش. يا بطي اخي يا بطي دقيقكم. قولي على جلسك ابني شوفها. والله معكم بعمركم ما شفتوا هيك صفرة ولا شميتوا ريحتها. بس والله أنا زعلانة وكثير كمان. ومن شو زعلانة يا بعدي؟ كل هذا الأكل هذا إسراف، وهذا شيء ما بيرضي ربنا. إسراف؟ لك هذا اللي بيرضي ربنا ورسله وملائكته، لك أنتوا ما بتعرفوا تعيشوا تنعموا. لك ونعامة، أي ونعامة اللي ترفشت. جلس وينك وليه؟ بس لو قدران ضحك بكسر لك اسنانك كنت هريتهم. طولي بالك طولي بالك، بس لهدم بورجيكي انا بورجيكي. اي بعدين بعدين امي 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 عدتك وينك؟ استنى لقلك، بتعرف لو ماني خايفه منك تقول انه انا بدي كلفك مصاري كنت قلت لك تجيب له ضره. طب شو عليه امي؟ بجيب له ضره، ضره بس تكون غنيه مشان نشبع لك. اتخذ يا مو اتخذ خليني اتخذ خليني عشان حالي عم بطلع يا مو عم بطلع. ياي ياي ضره
شان ابرك انت وياها ولك يحدمني اياك يا نعمان انت وامك بنفس اللحظه يا بخله يا جربانين. شرفي على الحمام المي سخنه. ما بيتحمم لسه ما صار وقت الحمام. لك صار لك اسبوعين عندي ما شفتك تحممتي. واسبوعين قبلون هاي شهر ايه لسه بكير. شهر ليجي وقت حمامك. ايه مرت حمي اطمني الجلد ما بيدوب هالمي. حبيبتي بس الليفه بتدوب وهدر المي اسمه اصراف ولا بس ندفع مصاري للصبي. مرت عمي رح موت من ريحتك انا ما فيني على الوخامه فوتي على الحمام. وليه؟ أنا وخمة؟ والله لجيب لك ضرة وطق قلبك يا سماح. لك جيبي ضرة كرمال الله، جيبي ضرة كرمال الأنبياء بتكوني خلصتيني مو من هم الهمين. ولي على عيونك شو قوية وقارحة، ما بدي أتحمم، وجكارة فيكي ما بدي أتحمم. رح دوج عليكي يا ابن عمان. ما رح أتحمم، لو بتموتي ما رح أتحمم، فهمتي؟ ولك امشي على ما امشي على كيفك. موتيني من ريحتك يا حبيبي. روقي يا مو روقي. يا مو ما بدي روق، أنا بواحد ما كنت خلصانة كيف بتنين لك يا محلاك يا نعمان على القليلة بيتحمم. لا 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 على الجد هي حماتك ما طبيعية، والله العظيم وقت سلمت عليها كان رح يغب على قلبي من ريحتها. شوها يا سواد وشي من صهري على هالريحة الوخمة. وشو ناوية تعملي هلا؟ يا مو ناوية أقعد عندكم لبين ما تروح. أوعك ها؟ بالأول لازم تاخدي إذن جوزك. يا مو لسه ما هبلت له دغري قال لي روحي، شنو حماتي عم تكلف رغيف باليوم؟ لا اختي لا اختي والله لما كانك كان اجاني الفالج من اول يوم. شو العيله هي؟ لك طقت روحي انا طقت روحي ما عاد عندي صبر. ها طبلي بالك يا مو الله يعينك ويصبرك. خلاص اختي خلاص اسر الكلام اتركيهم هن الاثنين يتعفنوا مع بعضهم وبتجي بتسكري عنا والمساعك البيت بيساعك القلب والعين وبنحطك بقلبنا وبعيوننا والصدر لك والعتبه لنا اختي. وعد اللي بده يصير. ولك حاجه يا مو حاجه ولك حاجه تنشيها بقى. يا مو لبستي الروب لحماتك اللي انا اعطيتك اياه؟ بلا يا مو لبستها اياه بعد ما فوتت على الحمام غصب عنه وفركتها فرك وانا معدتي عم تلعب ريحتها. خلصنا بقى خلصنا. شو هالمره اللي منشعها هي؟ لك انا حظي منشح اكثر منها اكيد امك غضبانه علي حتى جوزتني نعمان. لا لا انا مالي غضبانه عليكي. ولك اسكتي بقى اسكتي ولك سدي لك امك شوي. هذا ابتلاء من رب العالمين يا مو. ابتلاء شو يا مو؟ ابتلاء شو؟ مشان يمتحن صبري. انا صبري خلص ورفعت العشرة. لا تنسليهم ولا تحكي ولا كلمة جايتك. يا مو نزليهم يا مو نزليهم وروقي الله يرضى عليكي. يا مو يا مو انا طقت روحي انا عم موت. بعيد الشر عنك يا مو بعيد الشر عنك. الي ولا قلبي ان شاء الله. شوفي حماتك حماتك ونعمان قال شو تاركين بيتهم وجايين يسكنوا عنا. شبك يا مو شو بقول لك يا مو؟ يا مو شو نعمل؟ بدها العيون من الباب ما بيفوتوا. والحال هيك يا انا لك صفينا البارود يا مالك. رح تعمل يا مو ان شاء الله.